الحمد لله. باش نبدا لك بعدا بالمسيره ديالي اللي كنت يعني درست في المغرب، درست في اكادير وقريت في يعني درست جميع يعني البدايه ديال الكوليج ولا بعدا مشيت لاج دو 17 ans اللي مشيت كملت لي زيتود ديالي او ميم طون اون باراليل جو فيزي لاربيتراج بوندون ان سيرتان طون. جي كونتينيو لي زيتود كيما قلت لك. الحمد لله جاتني لوكازيون انني نمشي في هذا لو دومين ديال لو ماناجمنت دو فوتبول. افيك لو طون يعني جو مي سوي انغاجي دون اون سوسيتي دون لورغانيزاسيون انترناسيونال، يعني اون اورغانيز ان بو partout dans le monde. Alors depuis واحد تقريبا 2008 شحال بحال هكاك يعني كان ديما الرؤيه ديالي كتبقى ديما كره القدم. دوزنا تقريبا دي بونز اكسبيريونس تقريبا من سنه 2011 2012. شوي ديفوني اورغانيزاتور دو ماتش، اجون دو ماتش ليسونسي على فيفا بار رابور à l'expérience dans l'arbitrage, expérience dans j'ai aux études, les études aussi, et aussi l'appui les gens de nas de la FIFA ou les fédérations qui m'ont supporté, qu'ils ont donné un accord et un agrément pour que tu dois être l'un des personnes pour gérer l'organisation des matchs, des stages. Alhamdoulilah, fait le concept, la Fédération française de football. Il y a qui m'a pris en charge pour que je sois l'un des agents de match en France pour la FIFA, pour le compte de la FIFA. Alhamdoulilah, comme vous savez, nous avons joué avec le Raja, nous avons joué la Coupe du Monde. Nous avons joué avec le Maghreb, avant que je vous parle, le Maghreb, dans le monde entier, nous avons 5% de notre travail, nous avons joué avec tous les équipes, environ 210 ou 215 équipes dans le monde. كنخدموا تقريبا مع واحد 150 منتخب. درنا مونبوليي كونتر مونبوليي كونتر تيتوان، الحسنيه كونتر اف سي سيفي، يعني بقينا تسرقنا العدد من الانديه، يعني رغم ان العمل ديالنا كياخذ لنا بزاف ديال الوقت مع منتخبات اخرى، منتخبات اوروبيه، انديه، تحضيرات، معسكرات، واخا بقينا كنحاولوا باش نخدموا ديما في الكره المغربيه، لان كتبقى فينا ديك الوطنيه رغم انك يعني. وكنعود لك واحد النقطه انها مهمه، انا الوحيد يعني الوكيل المباريات يعني المعتمد عليه من الفيفا، يعني على ما اظن في هذه الاواخر كان واحد زياده اضيف في المغرب على ما اظن شي كذا، لكن كتبقى ديما هذيك الوطنيه، كتبقى ديما انه خاصك تخدم المغرب، خاصك تعطي شي حاجه للمغرب، خاص يعني كما كتشوف انا كاين معك الان في الفندق. والتيبي مازامبي انا اعمل معاه دابا الان تقريبا 3 سنوات، المكلف الحصري للفريق، يعني جميع الخرجات ديال التيبي مازامبي، يعني المباريات الرسميه ولا الوديه ولا المعسكرات كلهم كيمروا بيا. فزنا معاهم بكاس العالم في 2015، كاس العالم لا مش ترجم نقول لك كاس تاع الشامبيونز ليغ، مشينا معاهم لكاس العالم للانديه يعني. ومن بعد فزنا السنه الماضيه بكاس الاتحاد الافريقي ضد بجايه في الجزائر في بليده، وهاد السنه وصلنا للدومي فينال يعني كونتر الفتح الرباطي في امتياز عن مباراه الذهاب. هذا هو النقاط يعني تنظيم المباريات يعني مخول له من الفيفا. كاينين هناك اكراءات كبيره، خصوصا نعطيك انا مثال، الشهر الماضي اخذت منتخب كينيا للعب في العراق في البصرة، أول مرة عودت كرة القدم في العراق بعد عدد من السنوات، يعني كينيا تذهب إلى العراق، الفيزا كيف هي، الدخول، الحراسة، يعني السيكوريتي، كل الأشياء، والحمد لله نجحنا. كان تقريبا واحد 30 أو 35 ألف متفرج في المباراة، وهذه المباراة لأن العراق كانت تريد أن تعود الحضر يعني للمباريات لها في 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 العراق. لعبنا في البصرة وكانت هناك نتيجة، والفيفا أعطوا يعني شرف للوكيل المباراة وللتنظيم والاتحاد العراقي في نجاح هذه المباراة، وأخذناهم بعدين أخذناهم إلى تايلاند، يعني لعبوا يوم 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 تقريبا يوم ستة يوم ستة يوم خمسة
ويوم 8 لعبوا في تايلاند في بانكوك. يعني كان واحد السفر وعندك هناك مشاق في الطيران في الدخول، هذا مريض هذا بغى هذه، يعني واحد الميدان. ومن بعد عندك كل التدخلات يعني المحليه، تنظيم الترونسبور وتنظيم يعني التنقلات لي بيرجومون يعني لي زوتيل. عندي علاقات يعني اكثر من مميزه مع المنتخب المغربي، يعني منذ تولي فوزي لقجع الرئاسه، يعني الحمد لله انا كنحس ان كاين هناك نجاح لفوزي في هذا العمل ديالو. وانا من الاشخاص يعني اللي كنت معاه منذ البدايه، مازال ما كانش رئيس، كنت لقيت معاه وجيتي بوغ يعني، وكنت من الاشخاص يعني انا اللي عرضت عليهم إيرفي غونار باش ياخذوا المنتخب الوطني منذ 2012 يعني 2013 2014 يعني. وفي الاخير يعني ها هو اليوم إيرفي غونار وصل للمنتخب الوطني وبقات لي الدرجه باش يطلع لكاس العالم. يعني انا شخصيا انا في المضمار ديالي وفي التصور ديالي كان دائما إيرفي غونار هو الذي سوف ينجح مع المنتخب الوطني المغربي. يعني في الناحيه الاخرى انا بطريقه في العمل مع المنتخب الوطني تقريبا جميع المباريات التي عملت معاهم لا منتخب كندا ولا قبل مع المنتخبات الافريقيه ولا المنتخب المحلي ولا المنتخبات الفتيان ولا الشباب المنتخبات الوطنيه المغربيه، يعني انا اظن ان العمل اللي كنقوم به يعني للمنتخب الوطني المغربي في المباريات اللي كان تكلف بها وكان تحمل يعني المشروع ديالها ما عمر وقع لي مشكل. يعني الحمد لله ولو الشهر الماضي قمت بدوره مصغره لست منتخبات في اكادير مع موريتانيا ومالاوي وطوغو وكينيا والمنتخب الوطني يعني المحلي يعني الاولمبي اللي كان هناك. يعني نتائج يعني في تطور، احنا بغينا غير شويه ديال الوقت وتبقى لنا كما نقول لك الهدف اللي كان هو المغرب يتاهل كاس العالم، هذا هو اللي بقى لنا، هو الحاجه الوحيده اللي بقات للمغرب هو يتاهل كاس العالم. وإلا تأهل إن شاء الله لكأس العالم مشروع ثاني سوف يبدأ بمباريات كبيرة، البرازيل إيطاليا، هناك مباريات واحد الميدان خور غادي يبدأ ثاني. يعني المغرب سوف يعطي صورة أخرى للكرة العالمية. أنا نعطيك دائما الاقتراح، إن شاء الله المغرب على الأقل سوف يعود بنتيجة تعادل من 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 ساحل العاج في الكوت ديفوار. سوف يكون هناك إكراهات، يعني هما الساحل يعني في ابيجون غادي يلعبوا على الملعب يعمروا بالرمله، وفهمتي الطريقه الافريقيه كيفاش كتعمل، غتكون مباراه صعبه تلعب على لي بالاغيتي، مي كره القدم ما تقدرش تحكم عليها. دابا كنقولوا المغرب راه لي ميور احسن من ساحل العاج وكذا، لكن هذا مباراه 90 دقيقه، راه مباراه نهائيه.